طبعا تحمل مسؤولية جماعة الرشيدية ليس بالأمر الهين، فأنا شخصيا أحس بجسامة هذه المسؤولية وبالدور الذي يجب أن أطالع به شخصيا ويطالع به أيضا المجلس الموقر. فهناك رهانات وهناك تحديات رفعناها عاليا ويجب أن نكسبها إن شاء الله بفضل تضافر جهود الجميع وبفضل أيضا هذه الثقة الغالية التي وضعتها فينا الساكنة، والتي نتمنى إن شاء الله جاهدين على أن نكون في المستوى المطلوب وأن نحقق لساكنة الرشيدية ما تصبو إليه من رخاء ونماء إسوة أيضا بباقي المدن المغربية. فالرشيدية يعني لم تنال حقها من التنمية وظلت على الهامش، وآن الأوان لنستكمل الأوراش ونشتغل بجد ومسؤولية لكي تتبوأ هذه المدينة المكانة اللائقة بها وتكون فعلا اسما على مسمى عاصمة جهاز درعة تفيلالت. بالنسبة للمتغيبين عن حضور هذه الجلسة، لا رسالة لدي، الكل يتحمل مسؤوليته، فهم انتخبوا من طرف الساكنة وعلاقتهم ستبقى مع الساكنة، أما نحن كأطراف سياسية وكتجمع وكهيئات حزبية نحن تعاقدنا واتفقنا على تشكيلة معينة وعلى مجلس معين وفق تصور واضح المعالم والقسمات، إذن فلا شأن لنا بالآخرين. كما انتهز هذه الفرصة ليتقدم بجميل الشكر وجزيل الثناء للأخوات والإخوة في هذا الائتلاف الذين دعموني والذين أوصلوني إلى هذه المسؤولية التي هي تكليف وليس تشريف. أملنا جميعا إن شاء الله أن نضع اليد في اليد وأن نخدم صالح العام، وإن شاء الله أيضا وأتقدم أيضا لا يفوتني أن أتقدم بجميل الشكر وجزيل الثناء للسيد الوالي المحترم والسيد الباشا المحترم ولجميع رجال السلطة الذين يعني قدموا لنا خدمة يعني غالية جدا في هذه الانتخابات، تتبعوا معنا مراحلها كبيرة وصغيرة وكانوا سندا لجميع الأحزاب السياسية، فهنيئا لهم أيضا على هذا المستوى الراقي الذي ظهروا به. كما لا يفوتني أن أشكر أيضا رجال الإعلام الحاضرين معنا هنا والذين أيضا واكبوا جميع أطوار العملية الانتخابية، أشكر الجميع إذن باسمه وبصفته. كما أود أن أعبر هنا هذا المقام وأن أؤكد أنني سأكون إن شاء الله رئيسا لجميع الفرقاء السياسيين بغض النظر عن الاختلاف السياسي، فلنجتمع على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، فلسا نمارس نوعا من الاختلاف السياسي وبشكل حضاري، او يعني هذا هو غايتنا ان نمارس السياسة بشكل حضاري وان نختلف حتى وان اختلفنا فيما بيننا، ولكن سنضع ان شاء الله المصلحة العليا فوق كل اعتبار. سيد عيسى الصوربي الناهي التابع الرئيس حامد الحمداوي